باش ما يشوشوش على الوزيرة. تفضلي السيدة الوزيرة ردوكم. شكرا السيد الرئيس المحترم، وشكرا السيدات والسادة النواب المحترمون على التنويه وعلى التشجيع. هذه طبعا اليوم حضرت معكم رغم أنني خضعت للعملية الجراحية هذه يومين، أولا باش نجاوب وباش نتفاعل لأن القضية الظرفية كتستلزم ذلك، وهذه الأبواق اللي كانوا كيشوشوا على العمل الحكومي الجاد، وأيضا باش ندق واحد الناقوس ديال الخطر لأن هذا المقال اللي جا كان مقال أجنبي، وهذا المقال الأجنبي ساء القارة الإفريقية ككل وساء إلى المغرب، كأن مشاركتنا في المفاوضات المناخية العالمية بدأت كتضايق. المملكة المغربية عندها 14 قرن وكرسات الموقع ديالها في المفاوضات الدولية، فلذلك ارتأيت السيدات والسادة النواب المحترمين باش نحضر معكم اليوم باش نجاوب وندافع، ليس من جانب الانتماء الحزبي، ليس من جانب الانتماء الحكومي، لأن هذه المسائل كنشتغلوا لصالح الشعب المغربي، لصالح الدولة المغربية في كل مجالات، وبغينا العدالة الاجتماعية للوصول لهذه التمويلات المناخية. فلذلك بغينا في هذه المفاوضات الدولية نقدروا نجلبوا تمويلات، وحنا ارتئينا ان عندنا كنتسبوا بالمصداقية والشفافية، فلذلك بغينا نوضعوا واحد بغينا نوضعوا الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الشخصية ما نشتغلوش عليها. هذه التمويلات بغينا تعرف واحد الأثر على أرض الواقع على مستوى كل الجهات ديال المملكة، على مستوى كل القطاعات، كل القطاعات راه اليوم مضروبة بالتغير المناخي، بما فيه قطاع التعليم، بما فيه قطاع السكنة، بما فيه قطاع الصحة. خصنا نعملوا بعضنا مع بعض ونسهلوا الولوج للتمويلات بانسجام تام باش ما تحولش هذه المجهودات الجبارة على المستوى الدولي إلى نقمة على المستوى الداخلي. وشكرا. شكرا. لا غير واحد الحكومة وزراء لجميع المغاربة ومن ضمنهم نحن في كل مكان من الوطن بل من العالم باستثناء مقرات أحزابهم إن كانوا منضوين تحت أحزاب، بمعنى هنا ما خصمان ما عمدوش نطرحوا قالوا أعضاء الحكومة، وأنا هنا رئيس مسؤول أعضاء الحكومة هم وزراء لجميع المغاربة، لا أحد من حقه أن يدافع عنهم بحيث هو أكثر منا. شكرا. شكرا سيدة الوزيرة على المشاركة ديالكم القيمة، وننتقل إلى قطاع